وفي العراق غطت كتل ترابية جديدة اليوم سماء العاصمة بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وإغلاق المطارات، بينما استيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية ضئيلا في الشوارع والطرقات التي خلت تقريبا من المارة، وتسببت العاصفة الأخيرة المماثلة التي ضربت العراق قبل أسبوع واحد فقط بإغلاق المطارات والإدارات العامة كذلك وتعليق الامتحانات، فيما أصيب نحو 10,000 شخص بحالة اختناق.